طيب نكمل كده مع بعض إن شاء الله. طبعا زي ما احنا قلنا البورتفوليو، كلمة البورتفوليو من حيث المعنى اللغوي ترجع في الأصل لكلمة يونانية قديمة اسمها بارتفوليو، وهي تتكون من مقطعين يعني جزئين، بارثر بمعنى كرر أي يحمل، وفوليوم بمعنى ليف. ليف يعني ورقة، ورقة أو صفحة. طيب البورتفوليوم بقى ك اكسبريشن مع بعض يعني أوراق محمولة، يعني شيء أنت بتشيله أو وثائق بتحتفظ بيها، عشان كده هي بنقول عليه البورتفوليو، اللي هو الملف اللي أنت بتقدر أن أنت تحمله من مكان لمكان لعرض إنجازاتك. النشاط ده هتبدأ تعرف مجموعة، يعني تبدأوا تتكلموا مع بعض أو تتكلم مع نفسك وتقول يعني إيه الملف المهني، يعني إيه ملف الإنجازات، يعني إيه البورتفوليو. طبعا دي كلها مصطلحات مرادفة للملف المهني. إيه هي تعريفها؟ طيب نبدأ نعرف تعريفها. في تعريف لبراون، براون قال إنه مجموعة هادفة لأي شكل من أشكال عمل صاحب الملف، والتي تروي، يعني الملف ده بيتكلم عن ايه؟ عن قصة جهودك، ايه الجهود اللي انت عملتها، ايه هي مهاراتك، ايه هي قدراتك، ايه هي انجازاتك واسهاماتك. يعني انت خدت شهادة، خدت دورات، اشتغلت في مكان، بدأت إن عندك قدرات وخبرات عن المهني، عن مين الحاجات دي كلها، عن مين، عن الشخص اللي بيعد الملف. يبقى قصة اللي جوه دي قصة مين؟ صاحب الملف. تعريف بيرت قال هو مجموعة منظمة من الوثائق التي تقدم الدليل والبرهان على كفاية صاحب الملف الجهات والمهارات اللي بيتمتع بها. يبقى انت الملف ده بتبدأ تقدم فيه كافة الوثائق، وثائق يعني شهادات، انا خدت شهادة من كلية، شهادة البكالوريوس احطها، ده دليل انا كتبت ان انا خريج كلية تجارة، طيب هروح حاطه شهاده الكليه. انا كتبت ان انا حصلت على دراسات عليا او خدت ماجستير مهني او ماجستير اكاديمي او خدت دكتوراه، احط الشهادات اللي بتثبت الكلام ده، الشهادات الدليل والبرهان على الكلام ده. حصلت على دورات تدريبيه من المكان الفلاني، حصلت على كورسات انجليش من المكان الفلاني، اكتب احط الشهادات اللي تثبت الكلام ده. يبقى هو ده الملف المهني. يبقى بيرد قال هي مجموعه منظمه من الوثائق التي تقدم الدليل والبرهان على كفاية صاحب الملف كافة الجوانب. يبقى أنا ببدأ أحط كل شيء في هذا الملف، أي شيء بيتلخص في الجوانب المعرفية اللي بتمتع بيها، بيتلخص في اتجاهاتي، بيتلخص في مهاراتي، كل الحاجات دي بداخل الملف. تعريف إيفانس قال إن هي مجموعة متطورة من الأفكار المختارة. يعني هل أنا بحط كل حاجة؟ لا، أنا بعمل عملية انتقاء، بأنقي واختار أفضل أعمالي. عشان كده بيقولك دايما يكون عندك تفكير تأملي، لازم تقدر تعرف هتحط ده فين وهتوثقه إزاي، ولو في حاجة شايفة إن هي ممكن ما تكونش ذات قوة ليك أو بتمثل نقطة ضعف ليك، ما ينفعش نحطها. يبقى هي مجموعة متطورة من الأفكار المختارة والمنتظمة بدقة، والأهداف والإنجازات المحبوكة بخيوط التفكير التأملي والتقويم الذاتي. فملف الأداء المهني يعرف بك، يبقى بيبدأ بتعرف أنا مين وبماذا تفعل، انا بعمل ايه، بعرفك. ببدا اي حد هيقرا الملف المهني ده يعرف مين انا، انا بعمل ايه وبعمله ليه، وانا كنت فين
ودلوقتي بقيت فين؟ يعني أنا في الماضي كنت وصلت لمستوى تعليمي إيه؟ مستوى المسار المهني بتاعي إيه؟ المسار الأكاديمي بتاعي إيه؟ ودلوقتي أنا المسار المهني بتاعي إيه والمسار الأكاديمي؟ يعني نقطة التحول اللي أنا بظهر الماضي والحاضر والمستقبل. وأين تريد التوجه؟ أهو المستقبل. يبقى الملف المهني بقدر عن طريق أعرف الشخص ده نقطة البداية بتاعته كانت إيه؟ ووصل لإيه؟ وعايز يروح فين؟ وأين تريد التوجه والزام؟ وكيف تخطط للوصول إلى ذلك؟ هل أنا بكتب بس إن أنا عايز أحصل على بوزيشن كذا، إن أنا عايز أوصل لكذا؟ لا، مش بتكتب بس كده، لا، بتكتب إزاي؟ إيه الخطة؟ إيه البلان بتاعتك عشان تقدر توصل لهذا الشيء؟ طيب، هل إيه فايدة إن أنا أكتب في الملف المهني كيف أخطط للوصول ذلك؟ عشان الشخص ده يعرف مدى تصورك لإزاي أو طموحك إن أنت توصل لده، عشان يقدر يعرف أفكارك، يعرف أنت بتفكر إزاي، يعرف إن أنت هتوصل لهدفك إزاي. كل ده بيساعدك إن هو بيعزز من قوة وجودك في الشركة اللي أنت بتقدم السي في بتاعك فيها. جابر عبد الحميد جاب ده قام بتعريف الملف المهني، قال إن هو توثيق منظم يضم أدلة ملموسة تدل على مهارات صاحب الملف وأفكار وإنجازاته. يبقى هو قال إن هي شيء بيضم العديد من الشيء الملموس، الشيء المادي اللي أقدر أمسكه بإيدي، مهارات. هل السي في أنت كنت بتقدم لي شيء أنا بلمسه؟ لا، أنت بتقدم لي information، بتقدم لي معلومات، شيء معنوي، شيء يعني شيء غير ملموس، شيء يعني انا بشوفه بس انا ما اقدرش امسكه. لكن في الملف المهني اقدر ان انا امسك الادله، الوثائق اللي انت بتقدمها لي، الشهادات دي بقدر امسكها، بقدر اطلع عليها. هو ده الملف المهني. بذلك بيشمل اوراق منتقاه او عينات من صحف التفكر الناقح، او ممكن احطها على قرص ليزر. يعني هو بيديك الاشكال بتاعه الملف. احنا قلنا ان في ملف ورقي وفي ملف الكتروني. ملف الكتروني ده انت ممكن تحطه على ويب سايت، ممكن تحمله على الجوجل بتاعك، ممكن تعمله على لينكد ان، ممكن ترفعه على اي حاجه. طيب او ممكن تحطه على السي دي اللي هو قرص الليزر. السي دي بتحط الصور بتاعتك، بتحط حاجات على ادائك، بتظهر ملف انجازك. فانه وايه كانت الصيغه التي يتخذها ملف الانجاز؟ فانه يجب ان يكون اقصر من مجرد مجموعه من المواد والوثائق، وانما عمل منظم متكامل يعطي رؤيه واضحه المعايير عن صاحب مين الملف. يبقى جابر ده قال ان الملف ده بيعتبر عمل منظم متكامل، بيديني صورة عن مين؟ عن الشخص اللي عدى الملف، عن الشخص اللي هو صاحب الملف. الملف المهني مجموعة منظمة من الوثائق. ممكن يجي في الامتحان أسألك مجموعة منظمة من نقط تقدم دليل على كفاءة الفرد من الناحية المعرفية والوجدانية والمهارية المتعلقة بالمهن، وهو يمثل قصة جهود صاحب العمل من مهارات وقدرات والإنجازات في كافة حياته المهنية والدراسية. يبقى هي الوثائق. الوثائق دي هو الدليل المادي الملموس اللي بتدل، اللي بتثبت مدى الكلام اللي انت كتبته في الملف المهني، اللي بتوضح النواحي اللي انت بتتمتع بيها سواء مهارية أو معرفية، اللي بتبين جهودك، اللي بتبين قدراتك، اللي بتبين المسار المهني والمسار الأكاديمي الخاص بك. جميع التعريفات ملف الأداء المهني، جميع التعريفات طبعا السابقة اللي هي الخاصة بمين؟ بجابر، إيفانز، بيرد، براون. مالهم بقى؟ براون وبيرد وإيفانز وجابر، كل التعريفات دي فكرتها واحدة. ايه فكرتها واحدة؟ بتدور حول توثيق ملف الانجاز المهني. لازم لما اعمل ملف لازم اعمل له عملية توثيق بكافة المستندات
وكافة الصور وكافة الدلائل اللي بتثبت كلامه، ويوفر الدليل الحقيقي لعمل صاحب الملف. يبقى ده شيء إثباتي، شيء حقيقي، شيء بيدل. يا ما ناس بتعمل السي في يا جماعة، كل الانفورميشن اللي موجودة في السي في بتكون رونج، غلط. يا ما ناس ما بتعرفش ايه لانجوش، ما بتعرفش اي لغه غير اللغه العربيه، وتكتب ان هي بتعرف اللغه انجلش وتعرف اسبانش وبتعرف مش عارفه فرنش. هل هو حد بيعد ورانا؟ ما بيحدش بيعد ورانا. وقادر على وبعرف الباوربوينت والاكسل والوورد واعرف السوفت وير واعرف مش عارفه في ايه جرافيك وبكتب. حد بيعد ورانا؟ لا ما حدش بيعد ورانا. لا، الملف المهني بقى قال لك ستوب. معاك الاثباتات؟ لا مش معايا. معاك شهادات؟ معاك شيء يثبت الكلام اللي انت بتقوله؟ لا، كنسل. اي شيء مش هتقدر تثبته كنسله، كنسله. يبقى هو بيوفر الدليل الحقيقي لعمل صاحب الملف، وهو اداه لتعزيز التفكير في فن المهنه التي يقصده الفرد وممارسته. طب ده ايه التعريفات السابقه بتدور عن ايه؟ طيب، ملف الاداء المهني زي ما احنا قلنا هو ملف بيعرفني انت مين، انت مين الشخص، يعني تكلم حتى اراك، تحدث حتى اراك. انت مش هستناك تتكلم، انا هتفرج على الملف بتاعك واعرف انت مين. يبقى بيعرفني من انت، يخبرني ماذا تفعل، بقدر اعرف انت بتعمل ايه وليه بتعمل الشيء ده. كمان بيقول لي انت كنت فين في الماضي ودلوقتي وصلت لايه، وفي المستقبل انت عايز توصل لايه، وازاي تخطط للوصول ده. ما شاء الله، جميل جميل، رائع الملف الاداء المهني، حقيقي رائع. طيب، اهم عنصرين في اعداد الملف المهني هم حاجتين: الانتقائية في الوثائق والتأمل. دايما في حاجتين لازم تاخد منهم بالك وانت بتعمل الملف المهني. لازم تعمل عملية انتقاء لأفضل الوثائق عندك. أنا خدت دورات تدريبية، لا أنا هعمل عملية انتقاء لأفضل الدورات اللي هتدعم وجودي في هذه الشركة، اللي هتساعدني إن أنا أدخل هذه الشركة وحصل على الوظيفة الشاغرة لديها. التأمل إن أنا أبدأ أفكر وتأمل ويبقى عندي هدوء نفسي كده وأبدأ أفكر بدقة. ده أهم عنصرين في إعداد الملف المهني. ما ينفعش يا جماعة إن أنا أجيب أي حاجة وأحطها جوه الملف، ما ينفعش يكون عندي يعني تريس كده، لازم يكون الشخص متريس عنده يعني هدنة كده. نشاط، حدد مجالات عمل هؤلاء الأشخاص. هل ده بورتفوليو؟ ده ملف مهني لمجموعة من الأشخاص. مثلا ده ممكن يكون رسام، الصورة اللي هي ماسكة فيها، أو مهندس. ده مثلا ممكن تخطيط عمراني أو مدني، مهندس قسم مدني أو حاجة. ده ممكن يكون مؤلف سينمائي، مجموعة من الأفلام. ده ممكن يكون معلم، معلم يعني مدرس بيعلم. يبقى البورتفوليو محتويات واحدة ولكن أشكاله قد تختلف. الشخص، أنا مثلا سي مثلا مخرج، هعرض أعمالي عن طريق فيديوهات. أنا مثلا مهندس، ممكن أعرض أعمالي رسومات الهندسية اللي أنا عملتها، المشروعات الهندسية اللي عملتها بالشكل اللي هو شايله ده. يعني يبقى البورتفوليو بيختلف من مهنة لأخرى، بيختلف من مهنة لأخرى. طريقة العرض، هي المحتويات تعتبر واحدة بس طريقة العرض بتختلف. أهمية بقى الملف المهني، طبعا الملف المهني مهم. يا أيوة، الملف المهني مهم. مهم لمين؟ مهم للمنظمة اللي هقدم فيها، ومهم ليا أنا كشخص اللي أنا بعد الملف المهني. طيب، الملف المهني بيساعد أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية على إيه؟ على: واحد،
اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن التوظيف بيساعدني ان انا اخد الشخص المناسب، بيساعدني ان انا اخد قرار صحيح بشأن التوظيف، والتنبؤ المبدئي للمستقبل المهني لصاحب الملف. بقدر اتنبأ هل الشخص ده هيكون جدير بالشغل، وهل هيقدر ان هو يكون ذو كفاءة، وان هو يقوم بأداء مهامه بشكل اكثر كفاءة ولا لا. النقطة التانية، هقدر اتعرف على طبيعة الكفاءات واستكشاف الفرص المهنية المستقبلية. هقدر اتعرف على مهارات التوظيف المرغوبة في الموظفين مستقبلا. هقدر اتعرف على الخبرات والمهارات المتوفرة لدى الموظفين الجدد. يبقى الملف المهني ليه فوائد كتير؟ ايوه ليه فوائد كتير ليا كصاحب العمل، كمنظمه، كمسؤولين لاداره الموارد البشريه. انتوا عارفين طبعا اداره الموارد البشريه من الادارات المهمه بداخل اي منظمه، اللي بتقوم بعمليه توظيف العماله، وطبعا توظيف العماله القادره على العمل في هذه الوظيفه. وطبعا اداره الموارد البشريه دي من الوظائف المهمه بداخل هذه المنظمه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان قبل بعمل عمليه التوظيف لازم ان انا اعمل تحليل وصف الوظائف، اقدر اعرف الوظائف دي ايه المهام والمسؤوليات بداخلها، وايه الشخص اللي هيشتغل في الوظيفة دي، الشروط المتوفرة فيه اللي هتمكنه من اداء هذه الوظيفة. يبقى هي بتساعدني، يبقى ادارة الموارد البشرية من الادارات المهمة. يبقى لازم الملف المهني يساعدها في المهام بتاعتها، لازم يساعدها ان هي تاخد قرار بالشخص ده ان هي تعينه ولا لا. هيقدر ان الملف المهني ده يساعدها ان هي تعرف على الكفاءات اللي بتقدم لها. انا عندي كذا ملف مهني، هقدر اعرف من كل ملف طبيعة الكفاءات اللي فيه، واقدر اعرف هل الشخص ده هيصلح عندي يشتغل عندي ولا لا، وهل هو مرغوب، يعني هل يمثل لي فرصة ولا لا. هقدر اعرف ايه على خبراته اللي موجودة لي ومهاراته، هقدر اتعرف على كافة المعلومات اللي انا محتاجها في عملية التوظيف. يبقى الملف المهني مهم ولا لا؟ اه مهم. طيب صاحب بقى الملف المهني ايه الفايدة اللي بتعود عليه؟ انا شخص عديت ملف مهني، سمعت الدكتورة هبة وهي بتتكلم عن الملف المهني، قلت لا لازم اعمل ملف مهني. عملت الملف المهني هيساعدني في ايه؟ ايه البنفيت اللي هتعود ليا؟ ايه العائد اللي هيعود ليا؟ ايه الامباكت، التأثير عليا، هيأثر عليا بايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ لا ان شاء الله هيأثر عليك من بوزيتيف. طب يأثر عليه بوزيتيف ازاي؟ ان هو يقدر عن طريقه ان انا اسوق قدراتي. يعني ايه التسويق؟ طبعا انتوا عارفين التسويق، هل التسويق بيكون للمنتج والخدمة فقط؟ انا دلوقتي عايزة ابيع المنتج بتاعي، فبروح للناس بعرض كافة المزايا. هل ينفع يبقى عندك برودكت وانت عايز تعمله ماركتنج، تروح تظهر نقاط الضعف اللي فيه، تظهر الديفوهات اللي فيه، تظهر ديس ادفانتج فيه؟ لا، لازم اظهر البنفيت بتاعته، لازم اظهر كافه الفوائد بتاعته. طب اظهر الفوائد بتاعته ازاي؟ ان انا ابدا اعرض كافه يعني المنتج اللي انا عايز اسوقه. اه ده المنتج ده كويس، المنتج ده هيعود عليك بالنفع، المنتج ده لو اشتريته هيديك كل اللي انت عايزه. يبقى لازم اسوق القدرات بتاعتي. اسوق قدراتي ازاي؟ ان انا ابدا استعرض سجل انجازاتي، وابدا اوصف المهارات والقدرات اللي بيمتلكها، ابدا اعرض الشهادات اللي انا حصلت عليها، ابدا اسجل كافه انجازاتي. اه انا حصلت على دورات تدريبيه، انا حصلت على شهادات كذا، ابدا اسرد كل شيء عن الخلفيه الاكاديميه. يبقى لازم اعرض المسار الاكاديمي. النقطة التانية، عشان اقدر اسوق قدراتي لازم ابدأ اعرض. يبقى انا لما خلصت من المسار الاكاديمي لازم ابدأ على المسار المهني، لازم اسلط على المجال المهني. انا اشتغلت في مكان كذا، واقدر ان انا حصلت على خبرات كذا، ولدي قدرات وقدرة وكفاءة في كذا. يبقى انا بعد ما خلصت المسار الاكاديمي دخلت في المسار المهني، ابدا اتكلم عن صفاتي الشخصيه واظهر النقاط القوه. عفوا، هل ينفع اظهر نقاط الضعف؟ لا ما ينفعش اظهر نقاط الضعف.
الضعف بتاعتي، لازم أظهر نقاط القوة بتاعتي من خلال إلى الإشارة إلى بعض التجارب السابقة التي تعزز مصداقية ما تم ذكره. لنفرض إن أنا مثلا عندي صفة في الشخصية بتاعتي تدل على الاستقلالية أو تدل على إني ديت لدي تأثير على الآخرين أو يعني أي مظهر من مظاهر نقاط القوة في شخصيتي، شخصية القوة، شخصية الاستقلالية، شخصية الحرية، شخصية التأثير على الناس، شخصية إن أنا أكون لي قدرة على اتخاذ القرارات، إن أنا أقدر إن أنا أحل المشاكل الصعبة. لازم أحاول على قد ما أقدر إن أنا لو في تجربة سابقة تعزز كلامي أبدأ أسوق، يبقى أنا إيه؟ يبقى يساعد صاحب الملف المهني في تسويق قدراته. بيساعدني في إيه تاني؟ بيساعدني إن أنا أوثق مسيرة التعلم بتاعتي. أنا اتخدت بكالوريوس كلية تجارة سنة كذا، حصلت على شهادة الماجستير في سنة كذا، حصلت على شهادة الدكتوراه سنة كذا. يبقى بيبدأ يوثق لي مسار التعليم بتاعي، يبقى ده بيساعدني على كده. بيعمل على تطوير مهارات الاتصال. ايوه انا بحاول ان انا اعمل طريقه في العرض تسهل على الشخص القارئ لهذا الملف ان هو يفهمني من غير ما اتكلم، يبقى بيطور مهاره الاتصال عندي ان انا اقدر اعبر عن كافه البيانات والمعلومات اللي انا عايزه اقولها عن طريق الملف بدون ما اتحدث، بدون ما اطلع اي كلمه منطوقه من فمي. لا، الملف المهني هو القادر على انه يوصل المعلومات اللي عايزاها. يبقى بيعمل تطوير مهاره الاتصال الخاصه بيه. لا نعم. طيب بيساعد صاحب الملف على التقدم والانجاز من خلال التعلم الذاتي والتامل والبناء على خبرات السابقه. صح، بيساعدني ان انا اتامل، بيساعدني ان انا احاول اتعلم ذاتي، بيساعدني ان انا يعني استفيد من خبرتي السابقه وابدا اعرضها واوثقها بداخل هذا الملف. ايوه بيساعدني على حاجه مهمه جدا، التقويم الذاتي. وقلنا في فرق بين التقييم والتقويم. التقييم ان انا ببدا اقول للشخص انت نجحت باس اور نون باس ان يور اكزام. طيب يعني انت نجحت او ما حصل لك اخفاق او فشل. طيب ده تقييم، بعرفه الجراد بتاعته، بعرف الدرجه بتاعته وخلص. طيب هل انا عرفته نقاط الضعف والقوه لدي؟ هل عرفته نقاط الضعف وبدات ان انا احاول اساعده ان هو يحسن منها في المره الجايه؟ لا، اول ما ابدا اعرفه نقاط الضعف بتاعته ده اسمه تقويم. يبقى الملف المهني بقى بيساعدني ان انا اقوم ذاتي، ابص كده الملف المهني لا انا عندي قصور في النقطه دي، لا انا عندي مشكله في النقطه دي، لازم ادعم النقطه دي، لازم املأ الخانة دي. يبقى هو بيساعدني ان انا اقيم، اعمل عملية تقويم لنفسي. تقويم يعني اعرف نقاط الضعف لدي وابدأ احاول اعدلها واعززها واخليها نقطة قوة. طيب ايه تاني؟ بينمي مهارات عدة من مهارات التنظيم والعرض. ايوه مهارات العرض، انا عايزة اعرض الملف المهني بطريقة جذابة، بطريقة تجذب الشخص ان ما يحسش بالملل، بطريقة ان انا ابدأ اظهر نقاط القوة لدي، بطريقة ان انا ابدأ اظهر النقاط التي يريدها في وظيفته. الشخص ده عايز مواصفات معينة، ابدأ اركز على المواصفات اللي هو عايزها. اول ما يقرأ الملف المهني بتاعتي يقول هو ده الشخص اللي انا عايزه. بيتيح للمتعلم فرصة التفكير التأملي والرجوع إلى ما يمر به من خبرات في مرحلة معينة، متيحة له الفرصة لتحسينها وتعديلها بما يوفر له من تغذية رجع. بيساعدني إن أنا أحاول أحسن وأطور من نفسي، إن أنا أحسن وأطور إيه من نفسي. يبقى بيتيح للمتعلم فرصة التفكير التأملي ورجوع إلى ما يعرف والرجوع إلى ما يمر به من خبرات في مرحلة معينة عشان يساعدني. ليه بيساعدني؟ لما أنا برجع لزمان وبيرجعني لمستوى التعليم دي بعرف إيه القصور اللي عندي. طب أنا خدت بكالوريوس تجارة تقدير جيد جدا أو تقدير جيد، طب ليه ما حاولش أخد
دراسات تدعم الشهاده دي، إيه انا واخد جيد، لا والوظائف التانية عايزين تقدير عالي، طب ما انا اخد ماجستير اخد دكتوراه فالشهاده تبدا تقوى عندي، طب اخد ماجستير مهني وماجستير اكاديمي، طب انا اخد دورات تدريبيه، طب اخد شهاده مش عارفه في كليه تانية، بيبدا يخليك تحسن من القصور او نقاط الضعف اللي كانت عندك. يبقى هو بيساعدني على فرصه التفكير التاملي، بيساعدني على فكره الايه التفكير التاملي، بيساعدني ان انا احقق رضا شخصي. ياه لما اشوف البورتفوليو بتاعي كده مليان بالانجازات وعلى مسار حياتي، والاقي في مسار حياتي او في الفتره اللي انا عايشها حققت الكثير من الانجازات، بيحقق لك رضا شخصي، بتحقق لك رضا. ولما بتحقق رضا بتبقى عندك موتيفيشن، عندك حافز ان انت عايز تعمل ده كله تاني، عايز تقوي نفسك، عايز تثبت نفسك. بينمي مهارات صاحب الملف وتثبيت المعلومة. احنا قلنا بينمي مهارات ايه؟ مهارات التواصل او الاتصال ومهارات العرض والتنظيم، بينمي السكيلز بتاعتك. طيب المنافسة، بيخليني اقدر انافس في سوق العمل، بقدر انا لما باجي اقدم في وظيفة ومعايا مجموعة من المتقدمين بقدر ان انا انافس واتحداهم. بيساعدني ان انا احدد مواطن القوة والضعف. ايوه انا بشوف لا 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 انا الحتة دي عندي قصور فيها، لازم اعززها، لازم اقويها، لا ده انا خدت بكالوريوس تجارة فقط في تقدير جيد، لا 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 يبقى لازم اخد شهادات. يبقى بيعرفك على نقاط القوة والضعف اللي لديك، يبقى بيساعدك على تحديد مواطن القوة والضعف لغيرك ولا ليك، لا ليك. طب بيساعدك على التقويم الذاتي، ايوه بيساعدنا على التقويم الذاتي. بمناسبة عشان بس لما احنا اتكلمنا هنا يتيح للمتعلم فرصة التفكير التأملي. طب يعني عايزين نعرف يعني ايه تفكير تأملي، تيجوا كده معايا نشوف يعني ايه تفكير تأملي. قال لك ان احنا عملنا دراسة عن اهمية تدوين التأملي، دراسة علمية. قال لك الدراسة دي كانت مثيرة جدا جدا جدا، عايزة تبين ازاي الشخص لما يجي يكتب ويدون كل حاجه تخصه بتاثر على صحته ازاي. متعه الكتابه، يعني احنا بنقول الملف المهني ده تبدا تكتب كل حاجه عن حياتك. قال لك اهميه تدوين التاملي. طيب اعمل ايه؟ قال لك عالم نفسي امريكي اسمه دكتور جيمس بين بيكر، من طلبة الجامعة، طلب الجامعة، كان عنده مجموعة من الطلبة، قال لهم أنا عايز أطلب منكم طلب، هنعمل حاجة كده، تكتبوا على الورق، تجيبوا ورقة وتكتبوا مدة 20 دقيقة يوميا، يعني كل يوم على مدار 4 أيام متتالية، كل يوم تمسكوا الورقة وتكتبوا لمدة 20 دقيقة، يعني في حدود ربع ساعة أو أكتر من تلت ساعة. تكتبوا ايه بقى؟ طب قالوا له دكتور، يعني دكتور جيمس نبدا نكتب ايه في الورقه دي؟ قال لك اكتب الاحداث حول الاحداث، يعني اي حاجه تحصل معاكم او اي معلومات سطحيه ماشي. المهم قبل ما يعملوا عمليه الكتابه قال لهم انا هديكم كوتشينير او استقصاء او استبيان، يعني اسئله، مجموعه من الاسئله يبدا يجاوبهم. بدأ يملى الاستبيان ده عشان يعرف حالتهم، زي اما بنقول في تجربة قبل وبعد، عايز يشوف حالتهم قبل ما يبدأوا يعملوا التجربة دي اللي هو الكتابة على مدار 4 أيام وبعدها. بدأ يعمل استبيان من اجل التعرف على حالتهم النفسية، زي كون هل انتوا مكتئبين، هل انتوا عندكوا اعراض زي الصداع والتوتر وخد عينة من الدم بتاعهم. يعني هو عمل حاجتين قبل ما يبداوا يعملوا التجربه اللي هو قال لهم دي، قال لهم اداهم مجموعه من الاسئله يجاوب عليها عشان يعرف حالتهم النفسيه، وبدا ان هو ياخد عينه من الدم بتاعهم قبل ما يبداوا بالكتابه دي بيوم. وفي اخر يوم من الكتابه لقى وجد الباحثون بعد يوم رابع من الكتابة أن مناعة الطلبة زادت، فالخلايا الليمفاوية اللي هي كرات الدم البيضاء اللي بتهاجم الفيروسات والجراثيم زادت من خمتهم للأمراض،
واستمرت هذه التجارب 6 أسابيع. وعندما حلل العلماء دماء هؤلاء الطلبة اللي هم اللي جيمس بين باكر طلب منهم بايكر طلب منهم ان هم يعملوا هذه التجربة، لقى ان دماء الطلبة الذين كتبوا همومهم ومشاكلهم التي لم يخبروا بها احد من قبل وجدوهم افضل صحة واكثر مناعة واقوى في مقاومة الامراض. عشان كده يقول بين بيكر: كثير من الناس يمشي وسط همومه وتجاربه المحزنة ويريد أن يشاركوا الآخرين في ذلك، لكنه لا يستطيع. ومن ثم فكتابة الهموم على الورق تساعده على ذلك. شفتوا فايدة التأمل؟ تدوين التأملات. كل واحد عنده مشكلة نفسية أو حالة نفسية أو زعلان أو متضايق، يجيب الورقة ويكتب كل اللي عنده، يطلع كل الطاقة السلبية عنده، يكتب كل اللي بيضايقه، وبعد ما يكتب يمسك الورقة ويقطعها. لو انت عملت يومين كده هتلاقي عندك الشحنة السلبية والحاجات اللي انت مضايقها هتبدأ هي تطلع. ودي حاجة من الحاجات اللي الملف المهني بيعتبر بيقولك لما بتتأمل وانت بتكتب بيساعدك على تحسين مناعتك، يعني ليها فوائد. يعني الملف المهني ده فايدته كبيرة جدا. طيب عايزين نطمن بس ان التسجيل شغال. طيب نكمل كده ان شاء الله مع بعض. اهداف ملف الاداء المهني. ايه الهدف من الملف المهني؟ ملف المهني او ملف الانجاز او البورتفوليو اساس يعد ملفات الإنجاز أساس عملي للتغذية العكسية. يبقى بيفيدني إن أنا أقدر أعرف أي قصور عندي. طيب إيه تاني؟ تفيد في مقارنة الأفراد بمين؟ أقارن نفسي بمين في الملف المهني؟ بنفسك وليس بغيرك. حتة مهمة جدا، هيفيدني ان انا اقارن نفسي، اشوف نفسي كويس ولا لا، مش باقراني، مش باصدقائي، مش باصحابي. يفيد في تطوير مهارات التقويم الذاتي، هيساعدني ان انا اقيم ذاتي، اقوم ذاتي ازاي، ان انا اقوم واطور من نفسي. بيرتبط مباشرة بالاهداف المراد تحققها، يعتبر معيار او اساس عشان تحكم على مستويات الشخص او الفرد. عن طريقه هقدر احكم على مستوى الشخص، هل الشخص ده جيد ولا غير جيد، هل الشخص ده يستاهل انه يشتغل عندي ولا لا. يعطي الدليل على نمو وتقدم الافراد. دليل بيعطي الدليل على نمو وتقدم الافراد. بيعمل على تشخيص حاجات الافراد واهتماماتهم والتعرف على نواحي القوة والضعف لديهم. يبقى بيساعدني ان انا اشخص، اعرف حاجات الافراد دي. عن طريقه هقدر اعرف على اهتماماته، بيهتموا بايه، ايه نقاط الضعف والقوة. بيساعدني ده، بيساعدني ان انا اقيم مدى تطور الافراد. هقدر اعرف هل الشخص ده بيطور أدائه ولا لا، هل الشخص ده على مدار حياته الوظيفية وحياته المهنية هل فعلا بدأ ينمي من نفسه ويطور من نفسه ولا لا. طيب بيشجعني على ان يحصل فيه تعاون وتبادل في الخبرات. تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الأفراد. بيساعدني ان انا اعزز التقويم الذاتي والتفكير التأملي. واحنا قلنا التفكير التأملي وقلنا ايه الفايدة اللي بتعوضها للشخص من تدوين التأملات. بيوفر لي ادوات امتلاك القوة والتمكن المهني. بيساعدني ان انا احقق الرضا الشخصي. يبقى بيساعدني على تحقيق الرضا ايه الشخصي. كل ما بشوف الملف المهني وشوف إنجازاتي وشوف نقاط القوة لدي، أكيد أي شخص بيشوف قد إيه عمل حاجات في حياته كتير، ده بيحقق لك رضا شخصي. أنت دلوقتي لو كريس تجارة وخلصت كلية تجارة وكنت عامل ملف مهني ولقيت نفسك الملف بتاعك مليء بالإنجازات بتاعتك على مدار الـ4 سنين كلية وعلى مدار يعني النواحي التعليمية اللي أنت خدتها، اكيد هتكون مبسوط. غير لما يكون شخص
الملف المهني بتاعه فارغ لا يحتوي أي شيء. طيب خصائص الملف الأدائي المهني، هو حافظة أو سجل أو حقيبة لمين؟ للأفراد. مالها الحافظة دي؟ بتضم أفضل الأعمال المختارة. طيب يتم اختيار تلك الأعمال، مين اللي بيختار الأعمال دي؟ اللي بيبدأ عملية الانتقاء لها ويبدأ يدخلها داخل الملف. هل صاحب العمل؟ لا، من قبل الأفراد. وممكن ان انت تستعين بناس تساعدك، تستشير حد وتقول له مثلا هل ده احطها جوه الملف المهني، هل يتم استفاده. يبقى اللي بيختار الاعمال اللي بيتم ارفاقها بداخل الملف المهني او يتم سردها داخل الملف المهني، لا، من قبل الشخص اللي بيعد الملف المهني، وممكن يتم استعانه الاخرين. بيعكس انجازات الفرد، بيعكس انجازاتي، بيعكس ادائي، بيعكس مهاراتي. طيب اداه من ادوات الايه؟ التقويم وليس التقييم. واحنا قلنا الفرق بين التقويم هو يعني التعرف على النقاط ضعف القوه ومحاوله تعزيز هذه النقاط. زي ما اما التقييم هو بيعرفك ايه يعني نقاط الايه، لا ليه يعني التقييم زي ما احنا قلنا ان انا بعرفك ايه ان انت فاشل، لكن فاشل في ايه مثلا؟ لا، يبقى التقويم هو اوسع واشمل من كلمة تقييم. عندنا ثلاث مصطلحات نعرفها: تقييم الاداء، تقويم الاداء، ادارة الاداء. عاملين زي السيركل كده داخل بعض. السيركل الصغيرة تقييم الأداء، السيركل الأكبر هي تقويم الأداء، السيركل الأكبر هي إدارة الأداء. يبقى تقييم الأداء إن أنا ببدأ أتعرف على إيه، يعني على مستوي. أول ما أبدأ أتعرف على المستوى، خلاص أنا هم قال لي مستوى ضعيف، لا، هيبدأ يعرف لي إيه نقاط الضعف اللي عندي أو إيه سبب إن أنا حط درجة ضعيفة، يبقى ده اسمه تقويم. أول ما يبدأ إن هو يعالج لي هذا القصور ويبدأ يقول لي اشتغل على نفسك في النقطة دي والنقطة دي، اسمها إدارة الأداء. وكده بالتالي إحنا عرفنا الثلاث مصطلحات. طيب الحاجة التانية دي، يعني كده انتهينا من المحاضرة الأولى. نبدأ بقى إن شاء الله بداية المحاضرة التانية، كيف إعداد ملف الإنجاز المهني، كيف إن أنا أعد الملف الإنجاز المهني. طيب إحنا اتكلمنا طبعا عن الملف المهني، وقلنا الملف المهني ده بيضم أفضل أعمالك والأعمال اللي هي من شأنها تعزز من وجودك بداخل المنظمة. طيب أنا عايز أعرف إزاي أعد ملف الإنجاز المهني. خد بالك الإعداد ده للملف الإنجاز الورقي وليس الإلكتروني. طيب الورقي هي يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي الورقي، ممكن ناخد كل الخطوات دي ونعملها عن طريق الويب سايت، عن طريق الجهاز اللابتوب، ونحولها لنسخة إلكترونية، وهنعرف ازاي نعمل نسخة إلكترونية. طيب كيف أعد ملف الإنجاز المهني؟ طبعا مفيش حاجه اسمها انا مش هعرف اعد ملف الانجاز المهني، انا ما عنديش داتا عشان احط، لا مفيش، مستحيل. believe in yourself، يعني لازم تبقى واثق في نفسك، لازم تكون مقتنع ان انت تقدر. you can do it، يعني انت مش، يعني مفيش حاجه اسمها مستحيل. yes يعني انت تقدر، دايما ان انت تقدر تعمل اللي انت عايزه. لازم تثق في نفسك، believe in yourself، لازم يبقى عندك ثقة بنفسك، لازم تكون مقتنع بنفسك، لازم تكون عارف قيمة نفسك، عارف قدراتك، عارف ان انت مش، مفيش حاجة اسمها مستحيل ليك. طيب ملف الانجاز هو كتابك الذي يتحدث عنك ليعكس من انت وماذا فعلت وماذا ستكون، وسنتعلم معا كيف نؤلف هذا الكتاب. عايزين طبعا الكتاب ده كتاب مشرف، كتاب يبين مدى مهارتي، مدى قدراتي. طيب هنعرفه ازاي؟ في مجموعة من الارشادات اللي لازم تتبعها عند اعداد الملف التعريفي المهني. اول حاجة شكل ملفك التعريفي المهني، لازم تقرر شكله هيبقى عامل ازاي. النقطة التانية، لازم تخصص بعض الوقت
لتقرر طريقة هتعرض ازاي الملف، هتعرض الداتا اللي جوه بأي شكل. لازم تكون محدد انت هتعمل ايه، لازم تكون عارف مواهبك وايه اللي انت انجزته، ولو تقدر تاخد لقطات مصورة من الأشياء التي أنجزتها عشان تبقى توثق هذا الكلام تبقى طبعا أفضل. انظر لنفسك بنفس الطريقة التي ينظر إليك بها صاحب العمل، دايما بص لنفسك بنظرة صاحب العمل، بنظرة الشركة اللي عايزة توظفها، عشان تقدر توصل للشركة اللي انت عايز تشتغل فيها وترضيها. اختر نماذج الأعمال التي تظهر مهاراتك الفريدة، دايما اختار الأعمال اللي بتظهر مدى قوتك ومدى ايه قوتك. فكر مسبقا في الوقت الذي قد يستغرقه صاحب العمل المحتمل الاطلاع على كل نموذج، يبقى لازم تفتكر ولازم تبقى عارف الوقت اللي ممكن تستغرقه ايه. طيب خصص ملف التعريف المهني لك وفقا للوظيفة التي تتقدم لها. طيب انا ملف التعريف المهني بيكون واحد لكافة الوظائف؟ لا، الملف المهني مخصص لكل وظيفة، يعني كل ملف للوظيفة. هل الملف التعريف المهني الخاص بالطبيب زي ملف التعريف المهني الخاص بطالب كلية تجارة؟ لا. هل الملف التعريف المهني الخاص بطالب كلية هندسة زي الطالب الخاص بكلية طب؟ لا. يبقى ملف التعريف المهني الخاص بك لازم بيختلف من وظيفة لأخرى. طيب رقم 8، احفظ نسخة رقمية احتياطية من ملف التعريف المهني بك لتستطيع التعديل عليه باستمرار، يعني دايما شيل نسخة عشان لما تحب تعدل تقدر تعدل، تقدر ايه تعدل. نبدأ نعرف واحدة واحدة بالتفصيل. قرر شكل ملفك التعريف ملف التعريف المهني الخاص بك. ابدأ بقى قرر شكله ايه. يختلف شكل وحجم وهيئة الملف وفقا لنوعية عملك او وظيفتك. زي ما احنا قلنا انا وظيفتي ايه؟ دكتور. هل الملف المهني بتاعي زي وظيفة المدرس؟ لا. هل الملف المهني بتاعي زي وظيفة المهندس؟ لا. يبقى يختلف شكل وحجم وهيئة الملف في التعريف المهني وفقا لنوعية العمل اللي انت تقوم بيه او الوظيفة اللي تقوم بيها. طب كيف ستستخدم هذا الملف؟ هل ستأخذها معك لتعرضها لمن سيقومونك قبل العمل؟ هل سترسلها مع طلب الالتحاق بالوظيفة؟ وسيرتك الذاتية عبر البريد الالكتروني؟ يبقى الملف ده هل انت هتعرضه ازاي؟ هل انت تبعته قبل ما انت تروح مع طلبات الالتحاق، ولا هتاخده اثناء ما انت رايح؟ ماشي. 2، خصص بعض الوقت لتقرر طريقة عرضك للملف في التعريف المهني. اهم حاجة، هل انا اعرض الملف المهني ازاي؟ تعد تلك خطوة هامة جدا، الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة. طب ليه؟ لان طريقة العرض اهم شيء. يا اما ناس كاتبة حاجات كويسة في البورتفوليو لكن تيجي تعرض متعرفش تعرض، يعني ايه؟ اهم حاجة طريقة الايه على العرض. تفقد مواهبك، ما الذي انجزته؟ هل تستطيع اخذ لقطات مصورة منه؟ يعني لو انت مثلا بتقول انا يعني هي مخطوبة، لازم ايه تبدأ ايه تاخد لقطات مصورة منه. ابدأ بذلك الامر، خذ لقطات مصورة لأعمالك من شاشة. انا مثلا بدي محاضرات او دورات تدريبية، طيب والدورات دي اديتها مثلا في الجامعة الامريكية، اديتها في مكان هيضيف ليا. هل انا كنت متصور صور وانا بشرح المحاضرات دي؟ عندي صور من الكمبيوتر، اخد الصور دي واطبعها واحطها في الملف وابدأ احطها في الملف اللي انا بعده. انا مثلا مهندس عملت مشروع، والمشروع ده مثلا انا كنت متصور جنبه، احط الصور المشروع. يبقى لازم ابدأ اخد لقطات مصورة للاعمال دي من شاشة الكمبيوتر الخاصة بك واضعها في ملف واحفظها. طيب رقم 4، انظر لنفسك بنفس الطريقة التي قد ينظر لك بها صاحب العمل. دايما بص لنفسك زي النظرة اللي هيشوفك بها صاحب العمل. ف
فبالطبع تريد أن يتأكد صاحب العمل المحتمل أنك الشخص المراد لتلك الوظيفة ولا غيره. أنت عايز تجبر صاحب العمل إن هو يبدأ إن هو يعينك في الوظيفة دي عن يعني بدل غيره. طبعا انتوا عارفين ان سوق العمل بيتسم بالوفرة. طيب هل لما سوق العمل يتسم بالوفرة، هل انا ازاي اجبر صاحب العمل ان هو يختارني، ان هو يعني يطلب لي انا الوظيفة عن طريق الملف المهني، ان انا ابدأ اهتم بادق التفاصيل لكل ما يتطلبه اعداد ملف تعريف مهني تظهر تفردك في سوق العمل. أبدأ إن أنا أهتم بأدق التفاصيل، وأبدأ أحطه في ملف التعريف المهني، وأبدأ أظهره عشان أقدر إن أنا أتميز في سوق العمل. أبدأ إن أنا أتفرد في سوق العمل، أبدأ إن أنا أظهر مميزاتي، أبدأ أظهر نقاط القوة بتاعتي. يبقى أنا أبدأ لازم اشوف صاحب العمل هيشوفني ازاي، وهيبص على ايه، وهيدور على ايه في الملف المهني، وابدا اعززه واهتم بيه بادق التفاصيل. رقم 5، اختار نماذج الاعمال التي تظهر مهاراتك الفريده. اختار نماذج الاعمال التي تظهر مهاراتك الفريده. ينبغي أن تتضمن محفظتك الوظيفية نماذج لأفضل أعمالك. يعني دايما اختار النوع الوظائف اللي انت هتدخلها أو نوع الأعمال اللي انت هتدخلها في الملف المهني عشان تظهر مهاراتك الفريدة. ينبغي أن تتضمن المحفظة أو البورتفوليو أو الملف المهني على أفضل أعمالك. اعمل عملية انتقاء، خلي عندك تأمل. فاكرين يا جماعة لما قلنا افضل العناصر اللي موجودة اهي، نبدأ كده نركز اهم عنصرين لازم تنتبه لهم، لازم تركز عليهم عند اعداد الملف المهني: الانتقائية، لازم تختار الوسائط اللي هتدعم نقاطك، لازم تدعم الوسائط اللي هتفيد الوظيفة اللي انت هتقدمها، والتأمل. وقلنا التأمل وأهمية هذا التأمل إن هي بتساعدني إن أنا يكون عندي إن أنا لون الشيء بشكل تأملي، بشكل يعني فيه هدوء نفسي. نكمل كده. رقم 6، اختر نماذج أعمال لها صلة بالوظيفة التي تتقدم للعمل بها. إن كنت تتقدم لعمل بعدة وظائف بمجالات مختلفة فيجب أن تجهز عدة ملفات. تعرف شكرا لما أجي أسألك، هل الملف المهني يصلح لكافة الوظائف؟ ملف مهني واحد يصلح لكافة الوظائف؟ لا، كل وظيفة يا جماعة لها ملف تعريف مهني. طب نيجي كده نرجع كده اهو، هل هنا الملف المهني ده زي ده زي ده زي ده؟ لا، لان ده وظيفة وده وظيفة وده وظيفة وده وظيفة. يبقى الملف المهني ليس ملف واحد لكافة الوظائف، ليس ملف واحد لكافة الوظائف. ده في اعمال وده في اعمال وده في اعمال وده في اعمال وده شهادات وده شهادات، بس ده شخص بطريقة عرضه أو توثيقه عن طريق الفيديوهات، بطريقة توثيقه عن طريق الأشكال والرسومات الهندسية. يبقى الملف المهني بيختلف من وظيفة لأخرى. رقم 7، فكر مسبقا في الوقت الذي قد يستغرقه صاحب العمل المحتمل للاطلاع على كل نموذج. لا تتوقع ان يجلس صاحب العمل، ما تتوقعش ان صاحب العمل ده فاضي ما وراهوش حاجه انه هيقرا في الملف بتاعه، لا، لازم تفكر في الوقت اللي هيستغرقه صاحب العمل للاطلاع على كل نموذج. يعني حاول ان انت تشوف الوقت اللي هياخده. لا تتوقع ان يجلس صاحب العمل المحتمل ليقرأ تقرير يتألف من 14 صفحة
وان كنت قد انجزت عمل رائع. يعني الكلام ده معناه ايه يا دكتوره؟ يعني ما نعملش استفاضه، ما استفدش قوي. لا، الوظيفه دي عايزه سكيلز معين، عايزه مهارات معينه، عايزه مستوى تعليم، يبقى مركزه عليها. يبقى لازم ابرز الحاجات دي في الاول، لازم ان انا اركز عليها، مش لازم استفيد في حاجات الوظيفه مش عايزاها. يعني سي مثلا انا عايز اقدم على ان انا احاضر او ادي محاضرات او اكون تيتشر في جامعه، يبقى انا لازم اركز على المستوى التعليمي بتاعي، لازم اركز ان انا كنت بدي دورات بتديني مهارات التواصل والعرض الفعال، ان انا عندي قدره ان انا اقدر اشرح اوصل المعلومه كويسه للطلبه. طيب لنفرض مثلا اشتغلت شغلانه، الشغلانه دي اشتغلت فيها ان انا مثلا كنت سكرتير او ان انا كنت بعمل حسابات او محاسب، هل دي هتفيدني في الشغلانه؟ لا، يبقى ما ينفعش. يبقى لازم يكون عندي انتقاء للاعمال اللي انا احطها في الملف المهني بغرض التقدم لوظيفه معينه بعينها. ماشي؟ طيب من الافضل استخدام النماذج البصريه، دايما نستخدم الحاجات اللي بتستحوذ على العين زي الرسومات، الصور الفوتوغرافيه، الاعمال، ان كان ذلك ممكنا، لان تلك الطريقه مضمونه للاستحواذ على الاهتمام. يبقى دي النماذج الايه؟ البصريه. من الافضل استخدام نماذج صغيره من عين اعمالك الكبيره. دايما مش ينفع تاخد كل اعمالك، خد نماذج صغيره تظهر الاعمال بتاعتك. إذا شعر صاحب العمل أو مسؤول التوظيف إن هو عايز يستفيد بقى ويعرف، أو ممكن تبقى تديله لاحقا، ممكن تديله بقى الاستفادة، بس أنت بتعرفه نبذات صغيرة كده عن شغلك، نبذات من أعمالك، حب إن هو يعرف حاجة أكتر، يبقى خلاص. إذا كانت الكتابة هي أنسب طريقة لتقديم نماذج من أعمالك أو إظهار مهاراتك، فبإمكانك أن ترسل ملف التعريف المهني الخاص بك أو جزء منه مسبقا لتقرأ قبل موعد مقابلة العمل الخاص بك. كما بإمكانك أن تصحبها معك وتصف لصاحب العمل ما فيها وتلخص ما بداخلها وتشرح له أهميتها وقيمتها. يعني لو أنت شايف أن طريقة عرضك لأعمالك أو مهاراتك الكتابة أحسن، لا، اعرض بالكتابة. شايف ان الصور افضل، اعرض بالصور. يبقى دايما اختار افضل طريقة تعرض بيها الاعمال بتاعتك. بيقولك انت ممكن، مش احنا بنيجي احيانا لما بنيجي نقدم في وظيفة ممكن نبعت السيرة الذاتية بتاعتنا او السي في بتاعنا عشان الناس تقراه؟ لا، انا ممكن ابعت الملف البورتفوليو بتاعي، الملف المهني، قبل ما انا اروح المعاد الانترفيو بتاعي عشان الشخص يكون عنده كافه المعلومات، وكمان ان انا اساعده ان هو يعرف كل حاجه عشان لو حب يستفسر مني بعد كده يقدر ان هو يستفسر مني. طيب خصص ملف التعريف المهني الخاص بك وفق الوظيفه التي تتقدم لها. زي ما احنا قلنا، هل ينفع ان انا اقدم ملف تعريف مهني واحد لكافه الوظائف؟ لا، غلط، الكلام ده غلط. لازم عشان اعمل ملف التعريف المهني الخاص بي وفقا للوظيفه، لازم اشوف الجوب ديسكريبشن، لازم اشوف الوصف الوظيفي، لازم اشوف التوصيف الوظيفي للوظيفه. انتوا عارفين الوصف الوظيفي، توصيف الوظائف، الوظيفه ببدا اعمل لها توصيف. توصيف يعني ببدا احدد المهام والمسؤوليات بتاعتها. الوظيفه دي ايه المسؤوليات والواجبات بتاعتها، مطلوب منها ايه، مطلوب منها مسؤوليتها كذا، واجباتها كذا، المفروض تقوم بيها. طيب ببدا احدد من بناء على توصيف الوظائف المواصفات بتاعه الوظيفه تحديد شاغر هذه الوظيفه، مين اللي هيشتغل على هذه الوظيفه، الشخص اللي هيتمتع بمؤهلات معينه، ان هو مؤهل دراسي مثلا شهاده ثانويه عامه، المهارات ان هو يكون عنده ويندوز، برامج اوفيس، فوتوشوب، انجليزيه، ان هو يقدر يتعامل مع عن طريق التواصل الاجتماعي فيسبوك او تويتر او واتساب او انستغرام، او يعرف يستخدم الانترنت، مش لازم الخبره. يبقى دي حاجات اسمها مواصفات شغل الوظيفه. يبقى عشان اعمل بورتفوليو او اعمل ملف المهني، لازم اعرف الشروط المطلوبه الوظيفة ومواصفات هذه الوظيفة عشان أقدر أركز عليها جوه الوظيفة. زي مثلا أنا رايحة أقدم في وظيفة مثلا
في صدري، انا دكتور صدري، هبدأ اركز على ايه؟ هبدأ اعرف المهام المطلوبة في الصيدلية. الصيدلية ديت وظيفة، ايه اهم الشروط اللي لازم تتوفر فيها؟ ايه المسؤوليات والواجبات اللي هقوم بيها جوه الصيدلية؟ يبقى عشان ابدأ اظهرها في البورتفوليو، ابدأ اظهرها في الملف المالي، عشان لما مدير الصيدلية او مدير شركة الادوية يجي يقرا السي في يلاقي كل الشروط بتتوفر فيها، الوظيفة اللي هو محتاجها انا متوفرة فيها هذه الشروط اللي هي شروط شاغل الوظيفة، فبالتالي يكون لي الاحق او لي الفرصة ان الحصول على هذه الوظيفة عن غيري. يبقى مهم جدا يا جماعة ان احنا قبل ما نعمل الملف المهني نبدأ نطلع على الوظيفة اللي احنا عايزين نقدمها، ونعرف التوصيف وصف الوظيفة بتاعتها، ونبدأ نعدل في البورتفوليو بتاعنا او الملف المهني بما يتناسب او بما يتماشى مع هذه الايه، مع هذه الوظيفة. تمام يا جماعة؟ طيب دي بطاقة وصف الوظيفة، برضو انتوا حابين تبصوا عليها. طبعا انتوا المفروض درستوا الحاجات دي في سنة تالتة في الموارد البشرية. طيب بعد كده احتفظ بنسخة رقمية احتياطية من ملف التعريف المهني الخاص بك. طيب ليه احتفظ برقم بنسخة رقمية؟ نسخة رقمية يعني نسخة سوفت وير، عشان دايما لما تلاقي عايز تعمل ابديت للملف البورتفوليو بتاعك، الفايل بتاعك، يبقى عندك فرصة ان انت تقدر تعدل فيه. هل لازم نسخة سوفت؟ لا، ممكن نسخة ورقية عادي، تشيل دي وتحط دي عادي ورقية. يبقى هكذا ستظل مستعدا دائما في حالة اضطررت للذهاب لمقابلة عمل عاجلة، لانك لا تستطيع التعديل في ملف التعريف المهني سريعا. اما لما انت تحتفظ على نسخة على الموبايل وانت كل شوية بتعدل فيها الانفورميشن بتاعتك، انت عملت ابديت مثلا، خدت شهادة جديدة وتعمل ابديت ليها وتدخل الشهادة دي وتوثقها وتقول انا خدت شهادة كذا، انا روحت خبرة كذا، يبقى التعديل ده هيساعدك ان انت في اي وقت هيجي لك فرصة وتقدر تروح تكون معدل الشيء ده بسرعة. افكار مفيدة: إن كان ملف التعريف المهني الخاص بك يتضمن مقالات من الصحف، فحاول أن تبحث عن النسخة الرقمية اللي هي الـ PDF من الصفحات التي تتضمن تلك المقالات. يعني افرض أنا كاتب صحفي وعندي مقالات، أحاول أدور على المقالات دي من على النت، لو أنا لإما أسيفها أو أنزل لها داونلود عن طريق PDF، أو أستخدم برنامج أقدر عن طريقه إن أنا أبدأ أظلل هذه الصفحات عشان ابدأ احطها في البورتفوليو، وابدأ اظهر ان انا شخص مثلا صحفي شاطر او روائي او كاتب قوي. طيب يمكن لملف التعريف المهني ان تقوم بالاتي. وفقا لجامعة واشنطن، جامعة واشنطن قالت ان ملف التعريف المهني ده هيساعدك ان انت تستعد لمقابلة العمل، يعني ان انت عندك استعداد ان انت تدخل في اي انترفيو، ان انت تروح في اي وظيفة تقدم فيها. بتساعدك على اثبات ما تزعم انك تستطيع القيام به، يبقى بيساعدك ان انت تثبت، انت بتقول انا اقدر على الشيء ده، هو بيثبت الكلام ده، بيثبت ان انت فعلا تقدر تستطيع ان تعمل الشيء ده او تقدر تقوم به. انت جاي للشركة تقول لها انا قادر ان انا اشتغل في الوظيفة دي، طب اثبتك ايه؟ الملف المهني هيثبت لي ان انا اقدر اشتغل الشغلانه دي. مساعدتك على التواصل بشكل افضل، اذ انك ستركز خلال مقابله العمل باستخدامك لملف التعريف المهني. بيان نتائج اعمالك باستخدام لقطات الشاشه المصوره ونماذج اعمالك، يبقى عن طريق ان انت تصور الشيء او ان انت تاخد نسخ من نماذج اعمالك، ده بيساعدك في الملف التعريف. يمكن لملف التعريف المهني ان تقوم بالاتي وفقا لجامعة واشنطن. رقم 5، ان هو بيساعدك ان انت تسجل اعمالك وتوثق. بيساعدني ان اسجل اعمالي وتوثق، بيساعدني ان انا اكون دايما جاهز في المستقبل، ان انا اكون جاهز عشان ابحث عن عمل. تاني بي حاجة بيساعدني ان انا
بيدعمني لو انا عايزه اطلب ترقيه. يجي المدير بتاعك: انت بتطلب ترقيه ازاي؟ هو انت تتوفر في هذه الشروط لهذه الوظيفه اللي انت عايز تترقي؟ ايوه يا فندم. انا تتوفر هذه الشروط ازاي؟ اثباتاتك ايه؟ حضرتك ممكن تطلع الملف المهني بتاعي وهتقدر تعرف ان كافه الشروط اللي بتتطلبها هذه الوظيفه متوفره فيا، او ان انت تثبت قيمتك كعضو هام في فريق العمل. بتساعدني على اعداد قاعده بيانات شخصيه لي، بتسهل عليك اعداد سيرتك الذاتيه. ايوه دي تعتبر قاعده بيانات داتابيز ليا، قاعده بيانات فيها كل انفورميشن خاصه بيا، كافه الانفورميشن خاصه بيرسونال، خاصه بالسكيلز بتاعتك، بالإدوكيشن، بكل شيء. السماح لك بتقديم مدى التقدم الذي تحدده بمجال عملك. بتساعدني ان انا اقيم نفسي عشان اعمل عملية تقويم ذاتي ليا. لو انا عندي قصور او عندي نقاط ضعف، تساعدني ان عدد التقدم التي تحرزه بمجال عملك. بامكانك ايجاد الملفات اللي بتضع بها ملف التعريف المهني الخاص بك واوراقك في المكتبات او في الهايبر ماركت زي مكتبات سمير وعلي، كارفور، فتح الله، جملة ماركت وغير ذلك كثير. فابحث عن ملف الأوراق الذي يناسبك، يبقى وغير ذلك. ايه تاني؟ تحذيرك: لو انت بتعمل البورتفوليو من نماذج اعمالك، خد بالك من ايه؟ الا تحتوي تلك النماذج. انت مثلا اشتغلت في شركة مثلا حسن، اسمها حسن ابناء حسن عندي، في مركة المراجعة اشتغلت فيها. طيب انت عايز تقول ان انت اشتغلت في المكان كذا، وتبدأ ان انت تعرض نماذج الشغل اللي انت عملته. يعني كنت عملت حاجة كويسة وكده لها تأثير. بيقول لك نوت كده، خد بالك، انتبه، احرص ألا تحتوي تلك النماذج على معلومات خاصة بالشركة، أو تقوم على إفشاء أسرارها أمام نفسها. طب أعمل إيه؟ ينبغي أن تختار المعلومات التي لا تتعلق بأعمال هذه الشركة. طب دي نقطة. ينبغي أن تختار نماذج عامة زي تقديم، زي مثلا إعلان الشركة نزلته عن مشروع هندسي وأنت كنت رسمه. الحاجة التانية، يفضل ان تاخد برميشن او اذن باستخدام تلك المعلومات. يعني انا باجي اقول للشركة: والله انا بستأذنك اللي هاخد البلاوات دي وهحطها في ملف التعريف المهني الخاص. يبقى انت بتاخد برميشن ليه؟ عشان تحمي نفسك من اي تصرف يعني يكون خاطئ، ان انت ممكن بدون قصد تفشي اي سر من اسرار. فالطلب الاذن ده بيحميك من حاجات كتير. طيب اعداد الملف المهني، ازاي اعد الملف المهني؟ عن طريق الغلاف، الفهرس، المقدمه، الفلسفه، اقسام الملف، التوثيق. طيب غلاف الملف، الاسم، اول حاجه بحط اسمي هبه احمد محمد فاروق، التخصص، تخصصك ايه؟ البيزنس اللي هو اداره اعمال، جهة العمل كلية تجارة جامعة القاهرة، الفهرس هو القائمة التي تشمل محتويات كتابك: مقدمة، فلسفة، قسم الخبرة العملية، قسم المسار المهني، هل انت مثلا اشتغلت في مشاريع، هل مثلا اشتغلت في فرق عمل، هل ليك انتاج فكري، ده مثلا لو انت صحفي او كاتب، الحاجة دي. قسم الشراكة المجتمعية، هل انت ساهمت حاجة في المجتمع، هل انت ساعدت في تطوير المجتمع. قسم العلاقات الإنسانية. طيب نشاط، خطوات إعداد الملف في الإنجاز المهني. طيب خطوات إعداد الملف في الإنجاز المهني، عندك مجموعة من الخطوات التي عن طريقها يتم إعداد ملف الإنجاز المهني. هي أول حاجة في خطوات إعداد الملف المهني
تحديد الهدف. ماشي. النقطة التانية الوعي بالمعايير. تمام. رقم 3 جمع المواد والوثائق. رقم 4 وضع تصور معين. رقم 5 تنظيم الملف، هبدأ أقسم الملف وأحدد طريقة التنظيم والعرض الوثائق. 6 تحديد المحتوى، المواد التي ستكون في كل قسم. بيقول لك القاعدة دايما جمع كل بياناتك، جمع كل أعمالك، بعد كده اعمل عملية اختيار، اعمل عملية انتقاء، مش كل الأعمال هتتحط جوه الملف المهني، دي موضوع جوه الملف المهني. تأمل في الشيء، يعني حاول كده تتأمل، بعد كده ايه اقدم بقى او قدم الملف او قدم المعلومات. طيب ما هي اهداف اعداد الملف؟ الملف ده هدفه ان هو بيعرف الناس بيك، بيعكس انجازاتك، بيوضح دورك تجاه المجتمع بتاعك، هل لك دور في المجتمع ولا مالكش دور؟ نبدأ أول حاجة المقدمة. المقدمة دايما دي في بداية الملف بتاع الملف المهني، ودايما تتضمن الهدف من إعداده ومحتوياته. يعني دايما المقدمة دي فيها الهدف من اللي انت عملت الملف، ليه انا عملت الملف المهني، ايه غرضي من إعداد الملف المهني، ايه بيتضمن ايه. نشوف بقى المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عندما طلب مني إعداد ملف الإنجاز المهني كأحد آليات الترشيح، أخذت أتأمل ملف البورتفوليو كعمل. فكرت أنه قصص إنجازات وكفاح ونجاح الآخرين، هو في حقيقته ملف بورتفوليو لكنه كتب بيد أخرى، يد صاحبه، وكتب ليكون ملهما لكل من يبحث عن النجاح. وقتها فكرت بسؤالي، لو قدر لنا أن حياتنا بكل ما فيها من وجود وعطاء وآثار وأخطاء كانت قصة تروى، يا ترى كيف نريدها أن تروى؟ يعني أنت دلوقتي عايز تكتب قصة حياتك، تحب تتكتب إزاي؟ وما مدى الأثر الإيجابي الذي نريد أن يكون فيها ملهل للآخرين؟ أعتقد أننا لو فكرنا بذلك كل يوم لكانت أفعالنا وردود أفعالنا مختلفة، لأننا وقتها لا نريد أن يخط فيها إلا الأفضل. ولعل ملف الإنجاز المهني واتخاذه منهجية في توصيف أعمالنا وتأملها والتعديل من أدائنا بناء على هذا التأمل هو أول الخطوات التي تدفعنا إلى تحسين أدائنا ونمونا الشخصي. لذلك قمت بإعداد هذا الملف بالدرجة الأولى ليكون ملهما لي نحو تحقيق الأفضل، وليذكرني دوما بأن هناك أثر نخلفه خلفنا، وإننا نحن من يختار كيف يكون هذا الأثر. طيب المقدمة دي إحنا قلنا إيه؟ بتتضمن الهدف من إعداد هذا الملف، زي ما إحنا كاتبين هو قال إيه الهدف من هو يقوم بإعداد هذا الملف المهني. ماشي. طيب النقطة التانية زي ما انت شايف انه بدأ يعرض الملف بتاعه عبارة عن اقسام ايه. قال لك يعني مثلا سي الراجل ده لما عمل الملف من قال ان في قسم الخبرة العملية، فيها السيرة الذاتية، فيها شهادات الشكر والتقدير، فيها شهادات البرامج التدريبية. طيب القسم التاني قسم التنمية المهنية. طيب احنا بقى نبدأ نشوف الحاجات دي بالتفصيل. ده نشاط ياريت تعملوه. تخيل انك بصدد اعداد ملف انجازك انت كشخص. انا عايزك تعد ملفك، اكتب مقدمة لملف متضمنة الهدف من اعداده، تبدأ تعمل مقدمة زي المقدمة دي بالظبط. هل انتوا يا جماعة عندكوا information، عندكوا انجازات تقدروا تحطوها في الملف المهني، ولا لسه ما عندكوش انجازات؟ طب هل انتوا في فتره دراستكم من سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه هل عندكم داتا تقدر ان هي تعتمد عليها، تقدر تشرح يعني طيب يبقى هل انت عندك القدره دي
لو انت ما عندكش انجازات، طيب انت مستني لغايه امتى عشان تبقى عندك انجازات؟ انت لازم تسعى ان انت يبقى عندك ملف انجاز المهني. طيب نبدا بقى النقطه الثانيه. احنا قلنا اول واحده المقدمه، الثانيه الفلسفه. بعد المقدمه بتيجي الفلسفه. فلسفه يعني ايه؟ يعني فيها افكارك، فيها قناعاتك، فيها قراراتك، فيها مشاعرك. طب فيها ايه بقى؟ نيجي نشوفها. الفلسفه، فلسفه زي ايه؟ ان ما نؤمن به نحصل عليه، لذلك انا اؤمن بان. الراجل ده معتقداته ايه وافكاره ايه وقراراته؟ انا عايز اعرف فكره. قال لك النمو الشخصي والمهني لا يتحقق من مجرد ممارستنا خبره واحده، وانما من ممارستنا لخبرات متنوعه. يعني انت مش هتجيب الخبره من شيء بس هتمارسه، لا، الخبره بتيجي من اعمال متنوعه. وهناك فرق كبير بين التنظير والتطبيق العملي، فلا يتحقق لنا فهما عميقا للنظريات طالما انها مجرد سطورا تقرا، وعندما تصبح معرفه تدار بشكل تطبيقي سيختلف منظورنا تماما الاشياء. النقطه الثانيه اللي الفلسفه بتاعته او الشيء اللي بيؤمن بيه او معتقداته بيكون، كلما ارتفعنا معاييرنا في الاداء كلما كانت المخرجات على مستوى عالي من الكفاءة والفعالية، وهذا لا يأتي إن لم نكن نملك الهمة والطموح العالي. أن الولاء للمؤسسة يتطلب التضحية وبذلك الوقت والجهد الصادق لتحقيق أهدافها، كما أن المؤسسة لابد أن تبادل موظفيها الولاء حتى تستمر عجلة العطف. أن الأهداف التي نريد تحقيقها ونسعى بكل جهد صادق لذلك قد يعترضها الكثير من الصعوبات والمعايقات، وأن التصرف الوحيد الذي يمكن أن نتصرف حيال ذلك هو الإيجابية. الإيجابية بكل أنواعها، إيجابية على مستوى الأفكار، إيجابية على مستوى المشاعر، إيجابية على مستوى الفعل. طيب الفلسفة بتاعته معتقداته إيه؟ فكرته فهمت إيه؟ إن الشخص ده بيهتم إن هو يطور أدائه، بيهتم إن هو ينمي شخصه، ينمي شخصيته ومهنيته عن طريق إن هو عايز يمارس أعمال كتير عشان يكون خبرات كتير، وشايف إني طبيعي إن إحنا نتعرض للصعوبات بس بهدف، أو إن إحنا بنتعرض للصعوبات بس عشان نقدر نحقق أهدافنا، ولازم نكون شخص إيجابي، لازم نكون نحافظ على الإيجابية في حياتنا على مستوى الأفكار، يبقى أفكارنا إيجابية، مستوى المشاعر بتاعنا إيجابي، أفعالنا تبقى إيجابية. طيب ودي فلسفة تانية ممكن تقروها، هتلاقوا كل واحد فلسفته هتقدر تعرف هو بيفكر في ايه، معتقداته ايه. طيب بعد الفلسفة هيبدأ ده برضو في النشاط، انا يعني اتمنى ان انتوا تعملوه. تخيل انك بصدد اعداد ملف لك، اكتب فلسفتك تجاه عملك فيه. طيب نبدأ نخش على الديبارتمنت بتاعة البورتفوليو او الفايل. الديبارتمنت يعني الاقسام بتاعتها، نبدا نخش على الاقسام بتاعتها. نبدا نخش اربع اقسام اللي هي الخبره التخصصيه، التنميه المهنيه، الشراكه المجتمعيه، العلاقات الانسانيه. يبقى انا عندي كام قسم؟ أربع أقسام. الأربع أقسام، الخبرة أول واحدة الخبرة التخصصية. الخبرة التخصصية هنلاقي فيها المهام بتاعتك في مجال التخصص، السيرة الذاتية طبعا، الأبحاث اللي انت عملتها، هل انت نشرت أبحاث، هل ليك مؤلفات، هل حضرت دورات تدريبية، هل اديت مؤتمرات، هل حضرت مؤتمرات، هل حضرت لقاءات، هل معاك شهادات تقدير، شهادات شكر. طيب دي الخبرة التخصصية. طيب السيرة الذاتية اللي هو النموذج يتضمن معلومات أساسية، الاسم، التخصص، البريد الإلكتروني، رقم التليفون، مستوى أو الحالة الاجتماعية، المؤهل التعليمي، الخبرات بتاعتك، العمل الذي مارسته، الإنتاج الفكري، كتب الإلكترونية، البرامج التدريبية التي لحقت بها،
البرامج التي دربت عليها، اللقاءات التي تم حضورها، اللقاءات التي تم المشاركة بها، شهادات الشكر. يبقى دي المعلومات الأساسية اللي بتضمها السيرة الذاتية: الاسم الرباعي، التخصص، البريد الإلكتروني، رقم التليفون زي ما احنا عارفين. كل دي معلومات بتحطها. نيجي بقى في النقطة التانية، التنمية المهنية. التنمية المهنية دي فيها ايه؟ نشوفها. لا تنسى وضع مقدمة عن القسم. يعني بيقول لك كل قسم هتتكلم فيه لازم تحط له مقدمة، زي ما احنا قلنا قبل الفلسفة في مقدمة، يعني كل قسم كده مقدمة عشان اعرف القسم ده هيتكلم عن ايه. طب القسم بتاع التنمية المهنية ده فيه انجازاتك، الانجازات بتاعتك، وتبدأ تقسم حسب نوع الانجاز. افرض انت عندك انجازات كتير، ابدأ قسمها حسب نوعية الانجاز دي. طيب طب لو الانجازات دي كتير قوي، ابدأ اعرض اهم الانجازات، اميز الانجازات، او الانجازات اللي هي تتناسب مع الوظيفه الايه اللي هتم التقدم اليها. يعرف كل منجز ببطاقه اعمال وتعرض وثائق وتامل. ماشي. الخبره التخصصيه، لا احنا قلنا ايه الخبره التخصصيه. يبقى نيجي بقى العلاقات الانسانيه. لازم تظهر لي وثائق تدل على ان في ريليشن شيب بتوين الليدر بتاعك وبينك وبين اللي هم زملائك في العمل. لازم اشوف العلاقات العمل، هل العلاقات طيبه ولا لا. لازم تثبت لي الحاجات دي بوثائق جوه الملف المهني. لازم اشوف اراء الرؤساء فيه. انا معايا اي شيء بيبين اراء الرؤساء فيا، وطبعا اكيد ايجابيه، لازم اعرضها. استبيان عن ادائك من مرؤوسيك، اساليب تحفيزك لمرؤوسيك، كل الحاجات دي بتقع تحت بند العلاقات الانسانيه. طيب تغذيه راجع عن عمل مين. طيب في بقى حاجه اسمها الشراكه المجتمعيه. الشراكه المجتمعيه دي يعني دورك ايه في خدمة المجتمع، انت بتأدي ايه في دور خدمة المجتمع. هل انت بتخدم المجتمع بتاعك؟ هل انت بتساعد المجتمع بتاعك؟ هل انت تابع على اي مؤسسة خيرية؟ هل انت بتقدم خدمات للمجتمع المصري؟ يبقى لازم دي اسمها الشراكة مع المجتمع. طيب بعد كده هنتكلم عن حاجة. مهما كان تقسيم ملف الإنجاز المهني الذي قمت به، فاعلم أن ذلك يخضع لقاعدة وحيدة، وهي أن هذا التقسيم مهما تقسم الملف الإنجاز المهني، لازم التقسيم اللي أنت هتقوم به يجاوب على الأسئلة التالية. إيه الأسئلة التالية؟ من أنت؟ لازم لما أقرأ الأقسام بتاعتك أعرف من أنت؟ أين أنت الآن؟ إلى أين تريد أن تصل؟ ماذا تفعل الآن؟ ماذا ستفعل مستقبلا؟ من هم مرؤوسيك؟ طيب ملف الإنجاز يعكس ذات الشخص لذاته، كل ملف بصمة مميزة مختلفة. يبقى لازم نعرف إن الملف ده بيختلف من وظيفة لأخرى، بيختلف من شخص لأخر. فكل زي بصمة الإيد، الملف المهني زي بصمة الإيد. هل في اتنين بصمة ايدهم واحدة؟ لا. التوصيل، الدلائل التي تؤكد قيامك بالعمل، الدلائل التي تؤكد قيامك بالعمل. ماذا نعني بالوثيقة؟ الوثيقة هي صورة تعكس الخبرة التي لديك. يبقى الوثيقة دي هي الإثبات اللي بيأكد ان انت عندك الخبرة اللي انت بتقول عليها. وهذا يعني كل وثيقة في ملف الإنجاز المهني هي عبارة عن خبرة تولدت إليك لديك، عبارة عن خبرة تولدت لديك. طيب معايير اختيار الوثيقة، حددي الخبرة، اسأل نفسك عن السبب في جعل هذه الخبرة جديرة بأن يكون لها مكان في ملفك،